أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم. أهلا ومرحبا دكتور صديق تاور، القيادي بحزب البعث العربي، عضو مجلس السيادة السابق في راديو دبنجا. أهلا بك أستاذ صادق بسادة مستمعي راديو زعل دبنجا. أهلا بك ومرحبا دكتور. الحرب التي بدأت في 15 من شهر 4 ومستمرة إلى الآن خلفت وضع مأساوي كبير جدا وتداعيات ماسلة للأعيان، خصوصا ما يجري بمدينة الجنينة وما جرى بمدينة كتم، والآن في أنباء عن اجتياح منطقة طويلة زالنجي نيالة الفاشر الأبيض، وسمعنا بالراهط والدبيبات وحتى الخرطوم. هل خرج الوضع عن السيطرة الآن في ضمن تداعيات الحرب الممكن تتناول لنا؟ نعم، الحرب يعني زي ما ذكروا قادسة الاثنين الفتاح البرهان ومحمد حمدان في تصريحات مشهورة، يعني هذا وصف الحرب بأنها حرب عبثية، والآخر وصفها بأنه حرب ليس فيها منتصر وإنما الجميع خاسر. وبالتالي يعني الحاصل الآن بعد شهرين من الحرب العبثية التي ليس فيها منتصر هو يعني هذا الانهيار التام في الوضع الأمني بشكل خاص، وما يترتب على الوضع الأمني من تبعات أخرى في مختلف القطاعات والمجالات. صحيح أن الحرب بدت في العاصمة الخرطوم، وهي حماقة كبرى لأن العاصمة الخرطوم سكانها يتراوح ما بين 12 إلى 15 مليون نسمة، وهي الرئة التي يتنفس بها كل السودان، وفيها المؤسسات الكبيرة والوزارات ومركز السلطة إلى آخره. ولكن ما ذلك سمح هؤلاء الاثنين من المقاد الاخرين ان يصبحوا الامور باتجاه الانفجار داخل العاصمه بالشكل الكارثي الذي شهدناه. واعتقدوا انه الحرب حتكون نزهه قصيره وتنتهي في الخرطوم، وواحد كل طرف كان يعتقد انه ببساطه انه حيتمدن ويفرض اجندته، يفرض شروطه على الشعب السوداني، رغم أن هذه الحرب ليس لها علاقة بالشعب السوداني وإنما لها علاقة بالمصالح التي يغط على رأسها أي من الطرفين، سواء مصالح داخلية أو مصالح إقليمية أو دولية إلى آخره. ولذلك يعني مع يعني اكتشاف إنه استمرار هذه الحرب بالشكل الكارثي في الخرطوم يعني أدى إلى هذه النتائج، دمار قومية، الحرب تخريب الأسوار، عمل ضياع الموسم الزراعي، ضياع العام الدراسي إلى آخره، ونزوح ملايين البشر داخلي يعني داخليا ومئات الآلاف خارجيا. فبالضرورة ده يعني كان لابد أن ينعكس عن الأطراف، خاصة الأطراف الحشة. والجنيه تحديدا يعني لسنوات هي كانت بتحب يعني الوضع الامني المنفرد الحين والاخر، ولكن ان يصل الامر الى درجه اغتيال اعتقال واغتيال والي الولايه الذي يمثل قمه السلطه في الولايه وتحت مؤسسات الدوله وحمايه المواطنين، ان تحت المستوى
بالضرورة للمواطنين الآخرين. هذا يعزز ما يعني تفضلت في البداية من إنه الأوضاع في مناطق خرجت عن السيطرة. يعني الجنينة نستطيع أن نقول إنها خرجت عن السيطرة تماما، لا توجد سلطة، رأس السلطة نفسه تم إغتياله، لا توجد المواطنين. شهدنا بالآلاف يغادرون الولاية إلى الحدود إلى مناطق آمنة، ونفس الشيء يعني الانفلات اللي بدأ وأوصل الأمور في الجنينة لما وصلت إليه، نفس الشيء يتكرر أو يستنسخ في مناطق ثانية، يمتد إلى الأبيض، إلى الرهد، إلى المناطق يعني أجزاء جنوب الأبيض وغرب الأبيض، من إنسان للفوضى وغياب للسلطة وغياب للأجهزة النظامية، وبالتالي انتشار الفوضى والنهب. وحتى شهدنا أن بصات الحجاج القادمة من الفاشل كم نهبها بالقرب من الأبيض من بعض المتسلحين، تظهر يعني مؤلم ومحزن. ف يعني نقدر نقول انه كردفان ودارفور اقليمين متحاربة ومتأثرات بالحروب الطويلة الميداني للأمني. ما لم تتوقف الحرب اليوم قبل الغد فيمكن ان يتكرر، يعني يتمدد حالة جنينة إلى مناطق أخرى وهي أقاليم هذه الأقاليم، وبالتالي يصل إلى الخرطوم. فخروج الجنينة كولاية خرجت عن سيطرة هذه تماما، والمناطق المشتعلة بالقرب منها سواء قطن أو الوضع المستقيم بالفاشل إلى غيره أيضا، يعني يرشح هذه المناطق يعني لا سمح الله أن تلحق بالجنينة. وهذا يعني يفترض أن يوصل طرفي الحرب إلى نتيجة أساسية إنه هذا الحرب يجب أن يتوقف. يفترض يستشعروا المسؤولية نحو الشعب ونحو البلد في أنهم يقدموا على خطوات فعلية نحو وقف الحرب، بدليل الهدن القليلة اللي بتقدم لهم إما لا يتم الالتزام بها أو يتم الاستجابة لها استجابة لضغوط الأطراف الخارجية وليس للشعب السوداني. دكتور، هل يمكن للمنظمات المدنية، منظمات مجتمع مدني وأحزاب سياسية تلعب دور في إيقاف الحرب الدائرة الآن؟ إن كانت الإجابة بنعم، ما هو المطلوب منها الآن؟ المطلوب إعلاء الفعل المناهض للحرب وإعلاء الصوت الداعي لوقف الحرب، وذلك بوسائل مختلفة. يعني في أولا لا بد من عكس الوجه القبيح الذي تقدمه الحرب يوميا من مآسي، من كوارث، من مصائب، من أحزان. لا بد من فتح هذا الوجه القبيح الذي ينتشر في كل مكان. المناطق اللي ما متأثرة مباشرة بالعمليات تستطيع أن تقوم أيضا القوى المدنية فيها، أحزاب سياسية، أكاديميين، قيادات أهلية، قيادات دينية، لجان مقاومة، لجان شبابية، حركات نسوية، كل هؤلاء المطلوب منهم توحيد جهودهم في إعلاء الصوت الرافض للحرب. التكوينات المهنية أيضا، لجان المعلمين، لجان المهنية الأخرى والنقابية أيضا، كل هذه من واجبها أن يعني تبدأ أو تقود حراك رافض للحرب وضاغط باتجاه وقف الحرب. وفي هذه السانحة أنا أشيد بالدعوة القوية اللي قدمها أخونا الغايد عبد الواحد النور في خطابه في رسائل الوالي خميس البكر، واللي دعا فيه كل القوى المدنية السودانية أن تنتظم في جبهة واحدة الرافضة للحرب ما عدا مجموعة المؤتمر الوطني المنحل وحلفائه ورموزه. هذا يعني مطلوب الآن كل الرافضين للحرب اللي هي حرب بحرب الفلول، حرب يعني حرب التقاطع مصالح أطراف لا علاقة لها بالسوق، حرب أعداء الثورة السودانية بشكل عام في بعضهم في مصالحهم وكذا. المطلوب
من كل القوى المدنية السلمية أن توحد جهودها وتنتظم في حراك رافض لاستمرار الحرب، وتضغط باتجاه أن تتوقف هذه الحرب بالوقفات الاحتجاجية، بالعمل التشاركي، وبإمكان أن يعني يصيغوا برنامج ما بعد وقف الحرب. يعني من السهل جدا أن يتفق الناس على برنامج لبلمة آثار الحرب، إعادة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي، كيفية عودة مؤسسات الشرطة، النيابة، العدالة، الجهاز المصرفي، المرتبات العاملين في الدولة، العون الإنساني، عودة الأسواق إلى عملها بشكل يعني تدريجي، تأمين الحركة التجارية وحركة التنقل بين الولايات والمدن وإلى آخره. كل هذا يمكن أن يكون برنامج إسعافي مترافق مع الدعوة لوقف الحرب، وهذا يتطلب فعل ويتطلب صوت عالي ويصل إلى كل المنابر، منبر جدة، منبر الأفريقي، منبر العربي، منبر الدولي، يعني حتى يضغط على الطرفين انه يستجيبوا لإرادة السودانيين الرافضين للحرب، لأن هذه الحرب فرضت على الشعب السوداني فرض، وهو يدفع ثمنها من أرواحه، من ممتلكاته، من بنيته التحتية، من مستقبل أجياله، من اقتصاده، من استقراره إلى آخره. هذا دور مقدور عليه وممكن. دكتور، ونحن الآن في منتصف النهار يوم الأحد، ما هي ملاحظاتك حول الهدنة، هدنة 72 ساعة التي أقرتها الوساطة السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، واللي مفترض تبدأ اليوم الأحد؟ ما هي ملاحظاتك؟ الهدنة إلى الآن يعني على الأقل على صعيد العاصمة الدولية في التزام بها، ما في يعني ما يشير لأنه في انتهاك للهدنة، في حركة ملحوظة للمقيمين الموجودين في حركة المواصلات إلى والأسواق إلى آخره، ومن السابقة يعني بقدر ما يتفاعل الناس يحبطوا ب يعني تعدي انتهاكات للهدنة من هذا الطرف وذاك، والرد والتصعيد وكذا، إضافة إلى أنه في مخاوف من انه ثم ماذا بعد الهدنه. يعني الهدنه اقرت لي يعني اعطاء فرصه للمؤتمر المانحين يعني مساعده السودان في توفير موارد لتعمير ما خربته الحرب، ولم يعني تقدم الهدنه يعني من اجل وضع حد لعذابات السودانيين اللي بيموت يوميا بالعشرات بسبب الدانات والقصف المتبادل والصواريخ والى اخره، من هنا ومن هناك. فالناس قلقون من انه ثم ماذا بعد الـ3 ايام؟ هل حيحصل تصعيد من جديد بنفس الطريقه اللي كانت في الهدن السابقه، ومزيد من القصف والقتل والتشريد للمواطنين، ام يعني في استعداد للمضي خطوات باتجاه التهدئه وتشجيع منبر التفاوض في جدة باعتباره المنبر الوحيد الفاعل الآن اللي يمكن أن على الأقل يقود إلى هدنة طويلة، يعني تخفف على الأقل تساعد الناس في وقف الدمار الماسي، إعطاء فرصة للعام الدراسي إنه يتم إنقاذه، وللموسم الزراعي وإلى آخره من الأشكال. ولكن إلى الآن الهدنة تبدو هادئة في الخرطوم، في الولايات لا تتوفر معلومات إلى الآن عن شيء، وفي نفس الوقت لا يوجد اطمئنان. ومسألة هدنة يعني هدنة بالقطارة 3 يوم 24 ساعة، كأنما ابتزاز، يعني كأنما الطرفين اللي بيتقاتلوا دول بيبتزوا الشعب السوداني وبيبتزوا الأطراف الوساطة في أن يوقفوا القتل والدمار والعذاب على السودانيين. يفترض أن يبادروا هم أنفسهم ب يعني جدية، بهدنة طويلة الأجل ووقف الاقتتال وإعطاء فرصة للمعالجات والحلول التي ترمم باقي البلد، بدل ما ندفعها للانفلات الانشطار. مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا. أنا بشكر الدكتور صديق تاور، قيادي بحزب البعث،
عضو مجلس السيادة السابق، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.